مرحبا، كيفكن؟ اليوم رح نروح على شرق أونتاريو، على بلدة اسمها بروكفيل، ونشوف منطقة الوان ساوثند ايلاند. بتمنى يعجبكم الفيديو وتعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس. بروكفيل هي بلدة صغيرة على نهر سان لوران، بتبعد بحدود 100 كيلومتر بجنوب أوتوا، وبحدود 80 كيلومتر عن كينغستون، وميتين كيلومتر عن مونتريال. بروكفيل هي بمنطقة ببداية نهر سان لوران معروفة باسم 1000 ايلاند، يلي فيها جزر كتير رح نحكي عليها بعدين. البلدة على الأوتوستراد 401 يلي بيوصل مونتريال بتورونو. المنطقة راقية كتير وبتحسوا البيوت اللي فيها مثل قصور. سكان البلدة أقل من 40,000، بس هي منطقة سياحية لأنه كتير قريبة من أمريكا. البلدة تأسست تحت اسم إليزابيث تاون بال1810، بعدين هاجروا إلها المؤيدين لبريطانيا من جوا أمريكا بفترة استقلال أمريكا وحروبها مع بريطانيا. بال1820 تحول اسمها لبروكفيل على اسم جنرال بريطاني اسمه إيزاك بروك. نحن هلأ بالداون تاون. عن جد الداون تاون كتير راقي لبلدة صغيرة مثل هاي. هاي ساحة الكورت هاوس، رح نرجع عليها بعدين. من أكثر الشغلات المشهورة بهالمدينة أنه فيها أقدم نفق للقطارات بكندا، لأنه قديما كانوا المسافرين يجوا من أوتاوا عن طريق هذا القطار، ويقدروا يكملوا عن طريق عبارة لأمريكا. عاملين حديقة محل محطة القطارات القديمة، وتاركين هذا الجرس للذكرى. لونا صار لها ساعة بتحاول تحرك الجرس وما بتقدر. حرام، رح أساعدها. الصوت طلع عالي كتير بس ما نكون عم نعمل مشاكل. لونا تعلمت كيف تدق الجرس كأنه لقينا لها شغل جديد. كاتبين هون ان المنطقة كان فيها سوق كبير، وخصوصي بعد ما وصل القطار للمنطقة. وصلنا على مدخل النفق يلي حفروه بال1860. محطة القطار تغير مكانها بال1970، بس تاركين النفق كمكان تاريخي. هون مدخل النفق يلي بيعدي تحت الداون تاون. بال2017 صاروا يعملوا عرض ألوان وموسيقى جوا النفق، رايحين هلا نشوفه. عن جد الجو جوا النفق كتير حلو. لونا مباشرة اندمجت بالجو، بس حقيقي الألوان والموسيقى يلي مستخدمينها كتير حلوة. مع انه برا ما كان الطقس برد كتير، بس جوا النفق الطقس كتير بارد. معظم النفق ملبس بالطوب، بس في مناطق تاركين فيها الحجر الطبيعي وطالع منظره مميز كتير. هلأ طلعنا من الطرف الثاني من النفق. في هون ساقية مي من كتر ما فيها طحالب صاير لونها اخضر فاقع. اخر النفق بيوصل لمنطقة برات البلدة القديمة، فهلأ رح نرجع من محل ما جينا. النفق طوله 530 متر، وعرضه 4.5 متر، وبياخد معكم 10 دقايق لحتى تقطعوا. طلعوا هون كيف عم ينقط مي من سقف التنل. أكيد بالشتا هاي المي كلها بتتجمد. حاطين هون لوحة للعبارة يلي كانت توصل لأمريكا من محطة القطار يلي بآخر التنل. بهاي المنطقة نهر سان لوران هو الحدود بين أمريكا وكندا. الطرف الثاني من النهر هو أمريكا. المنطقة من كينغستون لهون مشهورة باسم ساوسند آيلاند، لأنه في جزر كتير بنهر سان لوران بهاي المنطقة. منطقة الساوسند ايلاند تمتد على طول 80 كيلومتر وفيها 1864 جزيرة. هاي الجزر موزعة بين امريكا وكندا. في كتير اغنياء من امريكا وكندا بيشتروا وحدة من هالجزر وبيعملوا فيها قصور لالهم. ولهيك البلدات يلي بهاي المنطقة عادة بتكون غنية وسياحية.
قبل ما ندخل على البلدة وقفنا صورنا بالطيارة شوي من هالجزر، رح حطلكن ياهن هلأ. ساوسند ايلاند في منهم جزر كبيرة مساحتهم فوق 100 كيلومتر، بس معظمهم جزر صغيرة مساحتهم اقل من 1 كيلومتر. طلعوا لونا قديش مبينة صغيرة بهذا الكرسي العملاق. هذا الكرسي كتير مشهور بالاماكن السياحية بكندا. بالصيف تقدروا تاخدوا قارب وتشوفوا مجموعة من هالجزر، بس هلأ بسبب الكورونا موقفين هيك رحلات. بس هلأ رح حطلكم كم صورة كنت شايفتهم على الانترنت للقصور الموجودة على هالجزر. لحتى توصلوا لهي الجزر لازم يكون عندكم قوارب، لهيك كل البلدات القريبة من هالجزر فيها مارينا لحتى يصفوا أصحاب الجزر قواربهم فيها. نهر سان لوران من أكبر الأنهار بكندا، وقديش ما صار برد فنادنا ليتجمد. نهر سان لوران كان أهم وسيلة نقل بكندا قبل ما يعملوا القطارات. حاطين هون انه في 5 سفن غرقانة زمان حوالين بروكسل. منطقة بروكفيل رغم انها صغيرة بس فيها كتير مصانع لشركات كبيرة مثل 3M، وخصوصي انه المنطقة قريبة من جسرين مهمين على نهر سان لوران، فبيصير التصدير لأمريكا سهل كتير. طلعوا هالبيت مع احلام، شكله مثل قصر صغير رغم انه البلدة صغيرة بس فيها كم بناية حديثة. أكثر من 95% من السكان هون من الكنديين يلي أصلا أوروبي، والباقي معظمهم من سكان أمريكا الأصليين، وخصوصي أنه في وحدة من الجزر الكبيرة هي محمية لسكان أمريكا الأصليين. هذا الكورت هاوس هو والساحة يلي قدامه من أحلى المحلات يلي ممكن تشوفوها بهالبلدة. مثل ما قلنا قبل، بروكفيل سميت على اسم جنرال بريطاني اسمه إيزاك بروك، وكان هو مثل القائد العسكري لكندا بالحرب يلي صارت مع أمريكا بال 1812، وسكان القرية سموه على اسمه من دون ما هو يعرف، ومات قبل ما يزور البلدة. من هون تقدروا تشوفوا إطلالة كتير حلوة على الداون تاون تبع البلدة ونهر سان لوران. وهذا تمثال إيزاك بروك. الشارع يلي من الكورت هاوس للداون تاون معتنيين فيه كتير، والأبنية اللي حواليه أثرية وحلوة. تأثير البريطاني كتير واضح بالأبنية هون يلي بيسافر بين مونتريال وتورونو. بروكفيل ممكن تكون من المحلات الحلوة يلي ممكن توقفوا عندها. حاطين هون كمان نصب للجندي المجهول. خلصت رحلتنا لليوم، بتمنى يكون عجبكم الفيديو، تعملوا اشتراك بالقناة وتفعلوا زر الجرس. يلا باي.